وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل. والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوتي. طبعا أنا عايز أقول لحضراتكم إن الكاسين يعني على الترابيزة أنا يعني شكلهم جميل جدا، يعني عايز أقول لكم إن إحنا يعني حتى الرجال قد السيدات، يعني كاسين كبار وحاجة تفرح. واحنا في العادي بنجيب تورته واحده، النهارده احنا جايبين تورتتين عشان كابتن سيد لاشين الحقيقه النهارده برضو يبقى الموضوع ناكل براحتنا. خلاص يا كابتن عوضوا الحجمان تورته كنافه، يعني خلاص نعوض تورته كنافه دي. لا لا مفيش كنافه. وكابتن بالي على فكره انا عرفت خلاص بقى هو اللي مين اللي كان بيكتب هو. طب البنات عندنا نفس المشكله يا كابتن؟ لا 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 الحمد لله، هم كانوا بينقوا حاجات بسيطه كده. كنافه برضو. انا عايز بس عايز اقول ان احنا الحمد لله كلنا بالطعامين يا جماعه، يعني احنا كلنا واقفين وكده الحمد لله، كل طبعا هنا بالطعام واخدين راحتنا وشايلين الكمامات الحمد لله رب العالمين، يعني الناحية الطبية تمام وكل شيء تمام. وعايز أقول حاجة كمان، إن دي بداية الموسم إن شاء الله، دي أول يعني زي ما بيقولوا كؤوس أو أول بطولة في الموسم. وإحنا كابتن رؤوف حتى نفسه بيقول مدير نشاط الرياضي دايما بيتفائل إن أول بطولة أو تنس الطاولة تفتتح الموسم بالإنجازات، ومفيش أكتر من كده ولا أحلى من كده. وخلي بالكم دي بداية الموسم بالنسبة لتنس الطاولة، لسه عندنا دوري ولسه عندنا كاس، وأتمنى كابتن أشرف يعني السنة دي يعني يكونوا مستعدين للموسم الطويل ان شاء الله. طيب نقطع التورته بقى مع بعض، انا هقطع التورتتين كابتن اشرف، يعني معايا بقى ايدك كده عشان ايه ناخد التورته الاولانيه المغربيه اللي على طول. ايوه شفت كابتن اشرف اهم حاجه ما جتش جنبي عشان انت في النص بعد كده ما تصورش في النص. نيجي بقى كابتن عادل برده حضرتك بقى ايه تاخد بقى مين؟ ايوه لا يا كابتن لا ابعد خليها مع نفسك بقى يا كابتن عشان محدش يزعل بقى ولا كده انت بتضطهدني ولا حاجه. تمام كده ماشي يعني عايز برده كلمه منك كبيره قبل ما نكتم برده كلمه كده انت عشان انت معاك المايك بقى كلمه كده. والله طبعا انا بشكر الجهاز الفني كله كابتن اشرف ومفتاح وكابتن اشرف صبحي واحمد عبد الصمد قرب المايك شويه واللعيبه كلها بصراحه كانت رجاله تعبت كلها، محمد شومان وخالد عصري وعمر وسيد، وبشكر طبعا كابتن رفعت عبد القادر كان على طول في ظهرنا ودعم لينا وكان سبورت لينا في البطوله، وطبعا مكالمه كابتن محمود الخطيب لينا ومجلس الاداره كله، فطبعا دول بشكرهم. وبشكر طبعا جماهير النادي الاهلي كلها، الصفحات كلها بتاعت النادي كانت على طول داعمه لينا وكانوا بيتابعوا كل يوم وكانوا متابعينا جدا. وبشكر طبعا برضو والدتي بقى ووالدي يا رب والشكر لكل. طيب يساره انت معاكي المايك انت اللي هتقولي الكلمه. ببارك للنادي الاهلي كله ولهم كلهم الف مبروك، وطبعا كابتن محمود الخطيب وكابتن رؤوف وكابتن اشرف وكل المدربين اللي تعبوا معانا بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله نفضل محققين كتير من الانجازات ان شاء الله. ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا والف مليون مبروك، وربنا متابعينكم وتفضلوا دايما في القلب التنس الطاوله في النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهارده واحتفالنا بابطال وبطلات تنس الطاوله في النادي الاهلي، انتظرونا في حلقه جديده واكيد كمان هيكون معانا ابطال، وان شاء الله باذن الله يكون معانا مزيد من الابطال. شكرا جزيلا.